تدعو شؤون الجنسية والجوازات والإقامة السادة المراجعين إلى تقديم طلباتهم إلكترونيا عبر القنوات المخصصة لها، وذلك لسرعة إنجاز المعاملات وتجنبا للانتظار الطويل للحصول على موعد. ويأتي هذا التنوير بعد ازدياد عدد الطلبات التي يتم تقديمها من خلال مراكز الخدمة، مما شكل ضغطا على نظام المواعيد، نظرا إلى أن مجموع المراجعين الذين يتم استقبالهم في الفروع محدود. كما يمكن للمراجعين إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر دون الحاجة للحضور الشخصي لمراكز الخدمة. وتذكر شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأنها خاطبت الجهات ذات العلاقة لاعتماد مستخرج الإقامة لإنجاز معاملاتهم، وفي حال رغب المقيم بالسفر فإنه سيتم وضع ملصق الإقامة من قبل موظف الجوازات في أحد منافذ مملكة البحرين قبل مغادرته البلاد. ولا تقسم محافظات